في الفيديو النهاردة هنتكلم عن ازاي تبقى شخصية كاريزماتيك. يلا بينا. ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو مرة تشوفني انا كريم عفة بقدم محتوى في ستار موتيفيشن سبيكر، ادخل كده خد لك لفه. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا على طول في موضوع الحلقه. خلينا بس قبل ما نبدا كده في موضوع الحلقه كده ونقول ازاي تبقى شخصيه كاريزماتيك، خلينا كده بس نعرف ايه هي اصلا الشخصيه الكاريزماتيك. الشخصيه الكاريزماتيك دي هي اكتر شخصيه الناس بتحب تتلم عليه، اكتر شخصيه الناس بتحب تنجذب ليها وتبقى معاها، واكتر شخصيه هي محبوبه وتحب جدا انك تتكلم معاها. اختصارا كده الشخصيه الكاريزماتيك اللي هو انا. بعد بقى كده معرفنا ايه هي الشخصيه الكاريزماتيك دي، فهنقول لكم بقى تعملوا ايه علشان تبقى شخصيه كاريزماتيك، وهي 8 حاجات تعملها علشان تبقى شخصيه كاريزماتيك. يلا بينا على طول. اول حاجه علشان تكون شخصيه كاريزماتيك لازم تكون شخصيه سوشيال، بتحب تتكلم، اجتماعيه، بتحب الهزار، بتعرف تضحك، بتعرف تتكلم، ما تبقاش كده قفيل كده اي حد يجي يكلمك ما تردش عليه او ترد عليه بتناكه، لا لازم تكون شخصيه اجتماعيه، بتحب تهزر، بتحب تتكلم، الناس بتحب النوعيه دي جدا جدا. تاني حاجه علشان تبقى شخصيه كاريزماتيك لازم تشارك الناس في افراحها واحزانها، لازم لو حد مثلا هيتجوز فانت تكلمه وتقول له لو عايزنا ساعدك مش عارف ايه الكلام ده وتكلمه وتبقى معاه، ولو برضه لا قدر الله عنده مثلا حد توفى او عنده مثلا اي احزان لازم تكون برضه واقف معاه برضه تقرب الناس ليه، علشان الناس برضه بتنجذب للشخصيه اللي بتبقى معاها في وقت الافراح او في وقت الاحزان. ثالث حاجه علشان تكون شخصيه كاريزماتيك لازم تكون بتحب الضحك، لازم تكون بتضحك، مش معنى انك بتضحك تكون عبيط او اهبل بتضحك وخلاص، لا تضحك على الحاجات اللي بتضحك بس ما تكونش قفيل، ما تكونش ايتم، لا انت بتضحك فاني، بتضحك عادي جدا وانت بتتكلم والكلام ده. رابع حاجه علشان تكون شخصيه كاريزماتيك لازم تهتم بأدق التفاصيل، الكلام ده على كل الناس او الناس القريبة منك جدا، انك يقول لك حاجة ماشي، انك تهتم بحاجة معينة برضو ماشي، كل الناس بتهتم بالحاجات الكبيرة، لكن انت تهتم بأدق التفاصيل، عملت ايه امبارح، لما يجي واحد مثلا يقول لك اتعبت طب عملت ايه، تتواصل معاه كل يوم، ها خدت الدواء، لا رحت الدكتور، لا طب انا جايب لك دكتور حلو، طب روح له الكلام ده، مش فكره انت تقول له الف سلامه وخلاص، ما كل الناس هتقول له الف سلامه، لازم انت تكون بتهتم بادق التفاصيل عشان الناس بتعشق الناس اللي بتهتم بادق التفاصيل دي. خامس حاجه علشان تكون شخصيه كاريزماتيك انك تكون بتدي للناس دفع للامام او تدي للناس طاقه ايجابيه، ما تكونش متشائم، ما تكونش قفيل للناس، لا لو هو مثلا عنده حلم مثلا واقعي ممكن يحققه فانت خليك في ظهره وتقول له ان انت فعلا تقدر تحقق الحلم ده، انت لو اجتهدت بس او بشويه حاجات ممكن عم تعملها ساعدك فيها تبقى انت هتحقق الحلم ده، لكن لو حاجه مستحيله حاول تهون عليه وتقول له ان انت ممكن تعملها بس في حاجه تانية احسن ممكن تعملها، انت فاهمني يا صاحبي ولا انت مش فاهمني، اللي هو تكون للناس دفعه او تكون للناس طاقه، يعني لو انا مثلا عايز اقدم مثلا حاجه مثلا او انجح في حاجه معينه او اوصل لنقطه معينه فانا برجع لك انت كشخص عشان عارف ان انت هتحفزني وعارف ان انت هتوصلني للحاجه دي بكلامك الحلو اللي انت هتقوله لي، فانا عايزك تكون بقى ايه الشخص اللي بيقول الكلام الحلو ده حتى لو انت هتجامل بس قول الكلام الحلو ده. سادس حاجه علشان تكون شخصيه كاريزماتيك انك تكون شخص متفائل مش متشائم، ويعني هي النقطه اللي فاتت بس انا عشان بس اطول وقت الحلقه واجيب فيوز كتير واخد فلوس والكلام ده، فهي هي نفس النقطه يعني مش عارف عليك كتبتها بس يعني نقطة وخلاص. سابع حاجة علشان تكون شخصية كاريزماتيك طبعا انا مش عارف ازاي حاططها في الاخر بس انك تكون واثق من نفسك، عملنا كذا فيديو عشان تكون ازاي واثق من نفسك، واصلا فيديوهات اصلا الشانل كلها ازاي تلبس حلو وازاي تحط البرفيوم وازاي تبقى واثق من نفسك والكلام ده، فانت لازم تقلب كده في الشانل دي او تقلب في القناة بتاعتي عشان في حاجات كتيرة جدا جدا هتنفعك، وطبعا متنساش تعمل سبسكرايب عشان تبقى من العيلة بتاعتنا عشان نكمل 5000 واحد او 5000 عيلة كبيرة جدا يعني. فأهم حاجة تكون واثق من نفسك جدا. تامن حاجة تعملها علشان تكون شخصية كاريزماتيك انك تهتم بنفسك، تهتم بالعناية الشخصية، تهتم بالاكسسوارز اللي بتحطها، تهتم بلبسك، تهتم بشكلك، تهتم بمظهرك، تهتم بجسمك، وكل ده احنا عملنا عليها فيديوهات برضو هتلاقيها في الشانل، ولو في حاجات مثلا انا كلمت عليها ولازم ترجع لها في الفيديو هحط لك برضو الاي بتاعها هنا، هينفعك جدا 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 يعني، ويعني براحتك مش عايز تتفرج عليها براحتك انت اللي بتنفع نفسك انا بره عني يابا. بس دي كده تبقى 8 حاجات لو عملتهم تبقى شخصيه كاريزماتيك او الشخصيه اللي الناس بتحب تتلم عليها او الناس بتحب تصاحبها.
ويعني طبعا تسع حاجه، انا طبعا ما قلتش ان هم تسع حاجات، هم ثمان حاجات بس التاسعه دي برضو من عندي. علشان تبقى شخصيه كاريزماتيك لازم تعمل لي سبسكرايب في القناه دي، وتدخل على البيج بتاعت الانستجرام والبيج بتاعت الفيسبوك تعملوا برضو فولو لايك هناك علشان تكمل بقى ايه الشخصيه الكاريزماتيك بتاعتك دي. وما تنساش تعمل سبسكرايب للحاجات اللي هتظهر هنا دي كده عشان يجيلك اي ابديت في حياتي. وكالعاده دوس يا كوتش، السلام عليكم.